وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عبر من الولايات المتحدة الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مساء الخير دكتور فارس. والاتهام يركز على المحتوى الإعلامي الذي ينشر العنف والتطرف من الدوحة، ولكن الأهم هو يركز على عدم بذل أي جهد من الدوحة لوقف ذلك. إلى أي مدى يتماهى هذا الإصرار على إيجاد منصة للعنف مع السياسة القطرية التي تدعم الإرهاب؟ يعني عمليا هذا التقرير هو جديد من نوعه، لم نرى مثيلا له منذ سنوات في الأوساط، القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والثينك تانك. كانت هنالك دراسات حول الإعلام المتمركز في قطر منذ فعلا نهاية التسعينات مع قناة الجزيرة وقنوات أخرى فيما بعد، ولكن هذه لأول مرة وزارة الخارجية تضم هكذا دراسة إلى تقريرها، ونحن قد تعجبنا كمراقبين أن هذا الأمر قد حدث بعد سنوات عديدة. ولكن ما هو تفسيركم؟ لماذا الآن يضم؟ ولو أن كما تفضلت أنه منذ سنوات معروف للجميع دعم الإعلام القطري للإرهاب. ربما لأن المواد التي حصلت عليها وزارة الخارجية باتت واضحة بشكل يعني لا يمكن الهروب منه كما يقال، وأيضا لأن معظم هذه المواد موجودة في السوشيال ميديا، في وسائل التواصل الاجتماعي، إذا لا يمكن التهرب من الموضوع. والتقرير ضم أيضا دول وأنظمة أخرى تقوم بنفس الشيء ومنظمات، ولكن لأول مرة قد رأيت أنا شخصيا تقريرا حول الإعلام القطري. نعم، هذا التقرير يتفق مع الموقف الرباعي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي كانت أحد أهم مطالبها هو إغلاق قناة الجزيرة. إلى أي مدى يؤكد هذا صحة هذا الموقف؟ يعني نحن نذكر في حزيران من 2017 عندما أعلنت هذه الدول أنها تقوم بهذا الضغط أساسا بسبب دعم الحكومات القطرية للإعلام الذي كان يعني ليس فقط موجها ضد الحكومات العربية، ولكن أيضا يؤيد التنظيمات المتطرفة. نعرف تماما أنه خلال ما كان يسمى الربيع العربي كان هنالك دعما مركزا لحركة إخوان المسلمين والمنظومات التكفيرية الأخرى، هذا بالعربية باللغة العربية، ولكن بالإنجليزية كان الدفاع عن موقف قطر في واشنطن أنها هي مع الاعتدال ضد التطرف، ولكن الآن تبين مع الترجمة وتبين مع المقارنة مع الواقع الإعلامي أن الأمر غير ذلك. نعم، الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكرا جزيلا لك.